لولا لي أنا ناويه ولا أكره ما خلصت موضوع العويس وحليته اللي فيه عقوبة هبوط على أهلي. ذكرنا هذه فيها سالفة العقوبات. كان الشباب يعني كان الأهلي في مشكلة كبيرة بينه وبين نادي الشباب. دخلت على موضوع اللاعب. إيه دخلت يعني بوجه الواحد جاهية واسطات عند الشباب إنه سامحوا لأن النظام إذا ما سامحوا الموضوع مو منحل. وحلينا الموضوع وطيبنا خاطر الناس. يعني لو إني أنا ما أبغى يعني الأهلي ولا أكره الأهلي. ولو كنت أنا حتى سبب في ابتعاد أي أشخاص عن الأهلي فلنفرض ولا في أسماء فعلا ابتعد يعني تم إبعادهم وتم اتهام تركي آل الشيخ فيها. فلنفرض تركي آل الشيخ يوم جاء بعد ناس كثير في كل الأندية. فلنفرض تمام تركي آل الشيخ جلس سنتين هذا هو رايح له 4-5 سنين ليش ما رجعوا لو كان في أحد ابتعد صح ولا لا؟